مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. ستتأثر المملكة اعتبارا من بعد ظهر ومساء الغد وليلة الخميس على الجمعة بمنخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية وكتلة هوائية باردة جدا، يكون تأثيرها واضحا يوم الجمعة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وعلى صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة تغطي مناطق شمال المملكة وأيضا بعض المناطق الوسطى والشرقية، وأيضا هناك كميات كبيرة في شرق البحر المتوسط مثل هذه الغيوم الموجودة فوق تركيا وشرق جزيرة قبرص، هي مصاحبة للمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة تتحرك باتجاه المملكة. بعد ظهر يوم الخميس ستبدأ بالظهور وتتكاثر ليلة الخميس على الجمعة بإذن الله. أما الخرائط التي تمثل الهطول وأماكن الهطول، فنلاحظ أن يوم الخميس صباحا هناك غيوم متفرقة، بعض الأمطار المتفرقة في الشمال والمناطق الجنوبية جنوب البحر الميت، لكن الخميس ظهرا وبعد الظهر تسقط الأمطار زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية. لكن ليلة الخميس على الجمعة تشتد الهطولات وتنتظم وتنتشر في معظم مناطق المملكة، وبيكون الانخفاض واضح على درجات الحرارة، وأيضا الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا خاصة صباح يوم الجمعة، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الأماكن المنخفضة، وبتستمر هذه حتى مساء يوم الجمعة. مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت تتناقص كميات الهطول وأيضا تتناقص كميات الغيوم تدريجيا، لكن الأجواء باردة جدا وهناك فرصة لتكون السقيع والانجماد خاصة ليلة الجمعة على السبت وصباح يوم السبت، مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية. أما كميات الأمطار المتوقع هطولها من هذا المنخفض الجوي وهذه الكتلة الهوائية الباردة، اللون الأخضر الفاتح كميات الأمطار المتوقعة ما بين 1 إلى 10 ملم، اللون الأخضر الغامق ما بين 10 إلى 30 ملم، واللون الأحمر أكثر من 30 ملم، ويشمل منطقة عجلون ومأدبة أيضا. أحوال جوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء باردة وغائمة جزئيا، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم غد الخميس انخفاض على درجات الحرارة واضح، تصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا، تسقط زخات رعدية متفرقة من المطر في شمال المملكة، تمتد تدريجيا بعد ظهر ومساء يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة وصباح يوم الجمعة تشمل معظم مناطق المملكة بإذن الله. درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الخميس 12 درجة والصغرى 5 درجات مئوية. يوم الجمعة تسيطر الكتلة الهوائية الباردة اللي من أصل قطبي التي تندفع خلف هذا المنخفض الجوي، وبالتالي هناك انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة. هذه الكتلة هي كتلة هوائية من أصل قطبي، وبالتالي راح تكون الأجواء يوم الجمعة باردة نهارا وغائمة
الأيام مع سقوط أمطار ممزوجة بالثلوج أحيانا، وأيضا هناك فرصة لسقوط زخات من الثلج على قمم الجبال العالية. يوم الجمعة العظمى المتوقعة 6 درجات، أقل من المعدل بحوالي 10 درجات، والصغرى حوالي 2 درجة مئوية. السبت أيضا يبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة جدا اللي من أصل قطبي، وبالتالي تبقى الأجواء باردة نهارا وباردة جدا ليلا، وأيضا غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار ممزوجة بالثلوج أحيانا. الحرارة العظمى المتوقعة 7 درجات، وليلا الأجواء بتكون باردة جدا، هناك فرصة لتكون السقية والانجماد. أيضا ليلة السبت على الأحد نحذر من انخفاض درجات الحرارة الكبير، وبالتالي من حدوث الانجماد في كثير من الأماكن. نهيب بالجميع تغطية ساعات المياه، وأيضا وضع الأنتي فريز في السيارات، لأنه الأسبوع القادم اعتبارا من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع سنشهد ليالي باردة جدا ودرجات حرارة منخفضة تقترب درجات الحرارة من الصفر ومن درجات التجمد. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في أماكن مختلفة من المملكة. المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا، أيضا فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر. العظمى في إربد 14 والصغرى 8، هناك انخفاض على درجات الحرارة أو بداية لحدوث الانخفاض على درجات الحرارة. عجلون 13 إلى 7، جرش 13 إلى 8، والمفرق 13 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الوسطى ومنطقة عمان أيضا أجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا. العظمى في البلقاء 12 والصغرى 6، مأدبة 14 والصغرى 6، عمان 12-5، والبحر الميت 22-14، والزرقاء 14 إلى 8 درجات مئوية مع فرصة لسقوط أمطار. المناطق الجنوبية أجواء مغبرة انخفاض حرارة. بالمناسبة تنشط الرياح غدا الخميس، ولكن سرعتها بتكون كبيرة جدا يوم الجمعة. يوم الجمعة بتكون نشطة إلى قوية مع حبات قوية أحيانا، تصل سرعة الرياح ما بين 60 إلى 80 كيلومتر. العظمى المتوقع في الكرك 14 والصغرى 5، الطفيلة 14-4، والشراه 11-2، والعقبة 23-12، ومعان 14-4 درجات مئوية. المناطق الشرقية من المملكة أجواء مغبرة غائمة جزئيا، حدوث انخفاض على درجات الحرارة. مساء ويوم الجمعة صباحا في فرصة لسقوط الأمطار. الأزرق 17 العظمى والصغرى 8، الصفاوي 15 والصغرى 6، أرويشد 17 والصغرى 6 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع أوقات سعيدة وموفقة، ولكم تحية جميلة من طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.